في الطريق إلى منطقة باتيس يأخذك الجمال الساحر للطبيعة الخضراء في هذه المنطقة التي تشتهر بزراعة أجود أنواع الخضار والفواكه. الزراعة يعتمد عليها أكثر من 70% من السكان، يعني هي مصدر المرجع الوحيد عن الموارد الاقتصادية في الجمهورية. منطقة باتيس واحدة من أهم المناطق الزراعية على مستوى اليمن ككل، لامتلاكها أرض خصبة قل أن توجد في مكان آخر. تشتهر هذه الأرض بزراعتها للموز والمانجو كأهم المحاصيل النقدية، وتكثر زراعة هذين الصنفين بشكل واسع. أنواع أخرى من المحاصيل الزراعية تنتجها هذه الأرض الطيبة، فإلى جانب إنتاجها للفاكهة هناك أيضا أنواع كثيرة من الخضروات التي تشكل رافدا أساسيا للسوق المحلية. هذه منطقة أبين باتيس تشتهر بمناطق الخضروات الموز والفواكه مثل المانجا، مثل الطماطم، مثل البصل والبسباس وكل موجود هنا عندنا. مناظر تملأ العين جمالا، وأمام هذا البساط الأخضر الذي يرسم لوحة لا مثيل لها تبقى أبين دائما الخير والعطاء، وتبقى الزراعة كنز حقيقي ومساهما رئيسيا في انتعاش الاقتصاد الوطني. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.